طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم إن شاء الله يا جماعة هنكمل في موضوع اللوبس. يعني إحنا كل محاضرة بنتدرج وبناخد أمثلة متقدمة أكتر. وشفنا المحاضرة الماضية موضوع النستد لوبس، يعني لما يكون في عندي لوب داخل لوب تاني. طبعا قلنا كمان إنه النستد لوبس بتلزمني بشكل عام لما يكون أنا بلزمني أعمل إتريشن على مجموعة عناصر، وداخل كل إتريشن بلزمني أعمل إتريشنز أخرى لكل عنصر من العناصر هذه. زي مثلا أنا بدي أعمل إتريشن على أساس أجيب مثلا مجموعة من الطلبة، معلومات مجموعة من الطلبة. أنا بدي أعمل إتريشن أو لوب على أساس أجيب أسماء أو أرقام الطلبة. وبعدين لما أجيب كل رقم طالب بلزمني أعمل لوب تاني عشان أجيب مثلا المساقات اللي ماخذها الطالب. فالآن أنا بدي عندي لوب برا الهدف منها أنه أنا أعمل ألف على الطلاب، وبعدين لكل طالب أنا بجيبه بدي ألف على بياناته عشان أجيب مثلا المساقات اللي هو مسجلها. تمام، هذا مثال على نستد لوبس. وطرحنا بعض الأمثلة على النستد لوبس المحاضرة الماضية. شفنا مثلا لما يكون أنا عندي مجموعة نصوص بطلب من المستخدم يدخل لي خمس نصوص، وكل نص بدي أطبع حروف مفرقة، صح ولا لا؟ مش أخذنا المثال هذا؟ عملنا لوب لإدخال البيانات، وكل سترينج أنا بدخلها بعمل داخل اللوب بتاعت الإدخال لوب تانية إنها تلف على الحروف وتطبع لي إياهم مفصولين عن بعض. وأخذنا مثال تاني إن من نجيب مضروب الأعداد من 1 لـ10. طبعا في مثال زي هيك لما اقول لك مضروب الاعداد من 1 لـ10، حاول دائما تجزئ المشكله لمشاكل صغيره. ايش يعني مضروب الاعداد من 1 لـ10؟ يعني بدي امر على الاعداد من 1 لـ10، كل عدد بمر عليه قاعد انا بقول مضروب الاعداد من 1 لـ10. ايش يعني مضروب الاعداد من 1 لـ10؟ يعني بدي اروح للواحد واحسب مضروبه، وبدي اروح للاثنين واحسب مضروبه، والثلاثه واحسب مضروبه، وهكذا لما اوصل للعشرة. هذا معناه انه انا في الاول لازم اعمل لوب تمر على الاعداد من 1 لـ10، وبعدين كل عدد انا بمر عليه بدي احسب مضروبه. حساب المضروب نفسه لكل عدد بلزمه لوب، صح ولا لا؟ يعني لما اكون انا رقم 3 بدي اعمل لوب من 1 لـ3 عشان اضرب الاعداد من 1 لـ3. لما اكون انا عندي 7 بدي اعمل لوب من 1 لـ7. تمام، يعني في عندي 2 لوبس، الاوتر لوب اللوب اللي برا بتلف على الارقام الاساسيه اللي هي من 1 لـ10. اللوب اللي جواها لكل رقم من 1 لـ10 بعمل لوب من 1 للرقم نفسه عشان أحسب مضروبه. هذا المثال حليناه المحاضرة الماضية. أنهينا المحاضرة، أعطناكم تمرينين وقلنا بدنا تشاركونا في حل التمرينين هذول اللي هما في شكل بدنا نرسمه. كيف كان؟ بيبدأ 5 نجوم ولا؟ هاي 5 نجوم. وبعدين 4. وبعدين 3. وبعدين 2. وبعدين 1. طيب مين حل التمرين هذا؟ مين حل التمرين يا جماعة؟ طيب عندك حاولت تحله؟ طب ايش الفكرة؟ نعمل فرين فور الاولى من 0 لـ5. طب ليش بدك فرين؟ حتى نعمل شبان. ليش بلزم 2 لوبس؟ لايش الاولى ولايش الثانية؟ في لوب برا وفي لوب جوا، صح ولا لا؟ ولا كل واحدة مش مالهاش علاقة في الثانية؟ طيب اللوب اللي برا لايش واللوب اللي جوا لايش؟ اللي برا عداد تكون اللوب اللي جوا. ايوه اللوب جوا. ايوه انت قول. اللوب اللي برا بتطرح واحد ما بتسمعش، اللوب اللي جوا بتزود عدد الصفوف. يعني انا بلزمني لوب برا اول حاجة تمر على الصفوف، صح ولا لا؟ في لوب لو عندي انا 5 صفوف بلزمني
أعمل عداد من مثلا من صفر إلى أقل من خمسة عشان أمر على الأسطر. الآن جوا اللوب هذه في عندي لوب تاني اللي بتطبع إيش؟ النجوم. المحاضرة الماضية حلينا مثال إحنا نطبع نجوم، مثلا كل سطر يكون فيه خمس نجوم، صح ولا لا؟ عندي مثلا خمس سطور وكل سطر فيه عشر نجوم، خمس سطور وكل سطر عشر نجوم. عملنا تو لوبس، اللوب الأولى بتمر على الخمس سطور، اللوب الثانية اللي جوا اللوب الأولى كل سطر بمر عليه بطبع عشر نجوم. كيف؟ بعمل لوب من صفر لعشرة، تو لوبس. بس هذه مختلفة شوية. فإيش مختلفة؟ إنه كل سطر بينقص واحد. طب إيش الفكرة؟ كيف أخلي كل سطر ينقص واحد؟ بتخلي أيوة، بتخلي العدد الأصلي ناقص الآي اللي يجي بعدين. العدد الأصلي ناقص الآي، تمام، اللي هي آي تاعت اللوب اللي فوق. طيب تمام، خلينا نجرب نحل السؤال هذا يا جماعة. الآن for integer i صفر، i أصغر من خمسة، i زائد زائد، هذا اللوب اللي برا لإيش يا جماعة؟ للسطور، صح ولا لا؟ أنا هنا بمر على سطر سطر. طيب جوا اللوب هذه في كل لفة بدي أطبع، خلينا نفترض أنه أرض بدي أطبع خمس نجوم في كل سطور، في كل سطور بدي أطبع برضو خمس نجوم. فجوا اللوب اللي برا بدي أعمل لوب ثانية، انتجر جي يساوي صفر، جي أصغر من خمسة، جي زائد زائد سيستم دوت أوت دوت برينت نجمة وهنا سيستم دوت اوت دوت برينتلين. هذا الكود ايش بيعمل يا جماعه؟ بطبع خمس سطور وكل سطر فيه ايش؟ فيه خمس نجوم. هذا السؤال اللي حليناه المحاضره الماضيه، صح ولا لا؟ طيب ماشي. الان لو فرضنا، الان يا جماعه لو حطيت بدل الخمسة اي، ايش معنى الكلام هذا ان حطيت بدل الخمسة اي؟ الان صارت اللوب اللي جوا معتمده على قيمه مين؟ الاي، يعني السطر الاول. لا بدي احطها اصغر من او يساوي اي زي هي. ليش؟ اول حاجه اول قيمه للاي قديش هتكون؟ صفر. عند السطر الأول قيمة الآي صفر، الآن اللوب اللي جوا هتعمل لوب من صفر إلى أصغر من أو يساوي صفر وهتطبع نجوم، كم نجمة هتطبع؟ واحدة. من صفر إلى أصغر من أو يساوي صفر، تمام؟ هتطلع نجمة، نجمة واحدة، صح ولا لا يا جماعة؟ بعدين خلص اللوب اللي جوا بده يرجع يصير الآي بقديش؟ بواحد. وبعدين هيجي يعمل لوب هنا من وين؟ من جي صفر إلى جي أصغر من أو يساوي واحد، يعني كم لفة بلف؟ لفتين، لما تكون الجي بصفر ولما تكون الجي بواحد هيطبع نجمتين. خلص الجي بيرجع بيزيد الآي بقديش؟ هيزيدها بواحد يصير اثنين. هيجي جوا هنا هيعمل لوب من وين؟ من صفر إلى أصغر من أو يساوي اثنين، هيطبع عند الصفر وعند الواحد وعند اثنين، كم نجمة هيطبع؟ ثلاثة. الآن اللوب اللي جوا صارت معتمدة على قيمة مين؟ قيمة الآي. في أول لفة قيمة الآي بصفر هيطبع نجمة لأنه هيعمل لوب من صفر إلى أصغر من أو يساوي صفر. لما تصير الآي بواحد هيطبع نجمتين اللوب اللي جوا، لما تصير الآي باثنين هيطبع ثلاث نجوم. لو أجيت عملت رن إيش عمل هنا؟ أول سطر طبع نجمة، ثاني سطر طبع نجمتين، بعدين ثلاثة. إيش تفسير هذه؟ الآن في كل هذه اللي بيطبع النجوم مين؟ اللوب اللي برا ولا اللوب اللي جوا؟ اللوب اللي جوا، اللوب اللي جوا هتلف كم لفة بناءً على عدد الآي؟ صح ولا لا؟ الآي في الأول في أول لفة في اللوب اللي برا هتكون صفر.
فهيطبع نجمة واحدة. في اللفة الثانية للآي هتكون واحد، هذا هيطبع مرتين لأنه هيطبع عند الجي صفر والجي واحد، بعدين هتصير اثنين ثلاثة أربعة. فكل ما زادت الآي كل ما زاد عدد النجوم اللي بطبعها، لأنه هذا اللوب شايفين بطلت أقول أصغر من أو يساوي خمسة، صرت أقول أصغر من أو يساوي آي، صح ولا لا؟ والآي مالها بتضلها تزيد. فطلع بالشكل هذا. فاهمينها يا جماعة هذه؟ الآن اللي أنا طالبه مش هذه، أنا طالبها إيش؟ ها؟ بالعكس. أيوة. طيب ايش خلي ايش ايش اي خمسة هادي اخليها خمسة ها. مالها هادي غيرها هادي تبدأ من اي خمسة وبعدين حط اي نقص وبعدين اصغر من او يساوي صفر وبعدين ناقص ناقص الان هي طبعها بالعكس بس طبعا هنا خلي هذه خليها أربعة هذه عشان ايش تكون من أربعة الى اكبر من او يساوي صفر عشان يطلع خمس الان دير بالكم في اكثر من حل بس خلينا كل حل نفسره الان هنا اللوب هيبدا من أربعة وهينتهي عند ايش صفر يعني عند اول لفه قيمه الاي قديش أربعة صارت اللوب اللي جوا تبدا من وين من صفر الى اصغر من او يساوي أربعة يعني عند اول لفه للاي هيطبع الجي كم مره هيطبع نجمه خمسة هتبدا من عند صفر الى اصغر من او يساوي أربعة اصغر من او يساوي أربعة يعني صفر واحد واثنين وثلاثة وأربعة يطبع خمس نجوم ايش اللي كل اللي عملناه عكسنا قيم الاي قبل شويه كانت الاي من صفر إلى خمسة أو من صفر لأربعة أقل من خمسة كانت من صفر لأربعة فكانت الآي تزيد بناء عليها يزيد عدد النجوم الآن الآي مالها بتقل أكبر قيمة للآي عند أول لفة اللي هي أربعة فبناء عليها يطبع خمس نجوم لأنه بدأ من صفر إلى أصغر من أو يساوي أربعة هذا حل هذا صحيح هيطبع اللوب إيش بالعكس الآن الحل الثاني خلي هذه الآن اللوب اللي تعطي ضايلة زي ما هي من صفر إلى خمسة وتعال هنا قل له خمسة ناقص آي ما هي الآي بتتغير من صفر إلى أربعة عند أول مرة بتصير خمسة ناقص صفر يعني أصغر من هذه خليها أصغر أربعة أو هذه خليها أصغر هيك خلينا نتأكد انها شغالة تمام هاي برضو طبعها صح يعني هذا بتيجي من صفر الى اصغر من خمسة عند اول قيمة بس بدل ما هي اصغر من من اي صارت اصغر من خمسة ناقص اي عشان يعكس القيمة يعني عند اول لفة هتكون اصغر من خمسة صح ولا لا لما تصير الاي بواحد هتصير اصغر من اربعة هيقل عدد النجوم واحد اللي بعدها اصغر من ثلاثة بعدين أصغر من اثنين وبعدين أصغر من واحد هي بدها إيش؟ بدها تشغيل مخ شوية وفي حل آخر الآن هذا اللوب اللي جوا مش بيبدأ الآي من صفر إلى أصغر من خمسة تمام؟ اللوب اللي جوا ابدأ من انتجر جي يساوي أربعة اعملها بالعكس جي أكبر من أو يساوي آي جي زائد ناقص ناقص الآن تعال نشوف الناتج نتأكد منه قبل ما نشرحه طيب هاي طلع معكوس برضو كيف هذي بقى الآن اللوب اللي برا بتتحرك من صفر إلى أربعة زي ما هي تمام الآن اللوب اللي جوا بيبدأ يعد من وين من أربعة إلى آي يعني قيمة آي في الأول إيش هتكون صفر لما يعد من أربعة إلى صفر يعني خمس نجوم تمام بعدين هتصير واحد هتصير يعد من أربعة إلى واحد قل نجمة
بعدين هتصير اثنين، هتصير العد من أربعة إلى اثنين وهكذا. شوف أكثر من أكثر من حل، وكل الحلول صحيحة. تمام، كل الفكرة يا جماعة إنه خلينا العداد اللي جوا يعتمد على مين؟ على اللي برا. خلينا العداد اللي جوا يعتمد على العداد اللي فوق، العداد اللي برا. تمام، أنا لاحظت والله، شوف في الأول عند أول سطر كان خمسة، وبعدين أربعة، بعدين ثلاثة، بعدين اثنين، بعدين واحد. يبقى دائما عدد النجوم هو عكس عدد الأسطر، صح ولا لا؟ مش هذا السطر صفر، عند السطر صفر طبع خمس نجوم، عند السطر واحد طبع إيش؟ أربع نجوم. فأنا ببساطة لو خليت العلاقة هنا عكسية، شايفين كيف خليتها عكسية؟ خليت خمسة ناقص، خمسة ناقص آي. ليش؟ عشان كل ما تزيد الآي النهاية تقل. تمام، علاقة عكسية، مش هذا هو الموجود هنا؟ تمام، طبعا أسهل منها أنك تطبع بالشقلوب، بالشقلوب هيك، ابدأ من أصغر من آي، مش هيك طبعناها بالشقلوب؟ بتصير الجي معتمدة على مين؟ على الآي. الآي بتتغير من صفر، واحد، اثنين، ثلاثة، أربعة، صح ولا لا؟ يبقى عند أول قيمة للآي هيطبع نجمة، عند ثاني قيمة هيطلع نجمتين، ثلاثة، أربعة. عملت أنت الشكل العادي، لأن إيش بضل عليك؟ تعكسه. الشكل العادي الأساسي هو زي هيك كان، صح؟ كل سطر معتمد على قيمة الآي. السطر الأول لما كانت الآي بصفر، السطر الثاني لما كانت الآي بواحد، اثنين، ثلاثة، أربعة. الآن بدنا نعكس، السطر الأول هيطبع خمس نجوم، هيطبع خمسة لما تكون الآي صفر. تمام، هنا الآي ضايلة واحد صفر، واحد اثنين ثلاثة أربعة، هنا هيطبع مفروض خمس نجوم. تمام، لما تكون الآي بصفر، يعني العكس، هنا واحدة، هنا طبع خمسة. تمام، هنا خمسة وفي الآخر طبع واحد، يعني معكوسين. كل اللي عملته إنه إيش؟ حطيت خمسة ناقص آي عشان نعكس اللوب. بدها تفكير، بدها تفكير شوي، عشان هيك لو قلت لكم روح فكروا فيها في البيت. طيب السؤال الثاني، الآن السؤال الثاني اللي طرحت لكم إياه كان كيف شكله؟ مش هيك كان شكله تقريبا؟ الآن هذا ما بتقدر تحله بلوب واحدة، أو بدك يعني جزئين الحل. ليش؟ لأنه الباترن أو النمط بيختلف، يعني هدول بيطبعوا بزيادة وهذا بيطبع بإيش؟ بنقصان. فالحل إنك تقسم جزئين، ممكن تأخذ هذا الجزء وتحله لحل، وبعدين الجزء هذا تحله لحل. كيف؟ الجزء الأول في نستد لوب، والجزء الثاني نستد لوب. لا، لوب واحدة يعني ممكن تزبط بشغل انه اف اذا وصل لكذا ابدا اطرح منه. تمام، بس الاسهل ايش؟ انه انت عندك رسمتين فعليا، هذه رسمة وهذه رسمة. تمام، ارسم كل واحدة لحال، لانه كل واحدة طريقة تعاملها مختلفة. هذه عدد النجوم بيزيد مع زيادة الاي، هذا عدد النجوم بقل مع زيادة الآي. فأرسم هذه لحالة وأرسم هذه لحالة. كيف؟ خذ الجزء الأول، الجزء الأول بطبع نجوم من وين؟ من صفر إلى خمسة، اللي هو إيش؟ اللي هو هذا، هذا الكود شايفينه؟ بطبع نجوم من الصغير لإيش؟ للكبير، صح ولا لا يا جماعة؟ هذا الموجود قدامنا هيو بطبع من وين؟ من جي صفر إلى آي. آي من وين لوين بتتغير؟ من صفر إلى خمسة، بتضلها تزيد. تمام، ففي الأول هيطبع نجمة، بعدين نجمتين، بعدين ثلاثة، لحد خمسة. هاي ما خلصناش، الآن بدنا نعمل إيش؟ الكود العكسي. خود هذا وانزل تحت
وانسخه واعكس اللوب اللي فوق هذه. تمام؟ اي حل من الحلول اللي قلناها قبل شويه، ابدا من 4 وقول له اكبر من او يساوي 0 واي ناقص ناقص، عكسنا الاي عشان لما يجي يطبع النجوم يبدا من القيمه الكبيره وتقل الاي. بس لسه هنا في مشكله، ايش هي؟ انه انت لما تيجي تطبع هيك هتلاقي انه هذول السطرين مالهم زي بعض. مفروض الشكل اللي تحت اول سطر مش مطبع 5 يطبع 4. فهذه بسيطة، ابدأ من وين؟ من 3. صح ولا لا يا جماعة؟ الان هاي الشكل طلع الصورة هذه. هذا الجزء الاول عملنا له احنا نستد لوبس لحالهم، والجزء الثاني عملنا له نستد لوب لحال. بضبط، بدك تعمل فوق جوا اف ستيت، بدها شغله شوي، بدها تفكير. تمام؟ بس هذا الكود هذا سهل، يعني ما فيش. انا طلعت عليه قلت هذول رسمتين، هذه الرسمه فوق وهذه الرسمه تحت. بس انا ليش فصلتهم؟ لانه هذا اللوب عملها بيختلف عن اللي تحت، ما بينفعش احطهم الاثنين مع بعض، او بينفع بس بدها شغل عشان احطهم مع بعض. وضح يا جماعه حل السؤال هذا؟ زي ما قلت بعيد وبزيد، انه البرمجه يا جماعه بدها ممارسه. تمام؟ في منكم كتير جاي وهو لسه ايش؟ اصلا مش مجرب، مش محاول. فطبعا ايش؟ لسه بده يقعد مبلم شويه في الكود 10 دقائق قبل ما يبدا يستوعب لسه، ليش؟ لانه بده لسه يتذكر ايش اللي بيصير هذا، ايش اللي بنعمله، طب كيف الاي وكيف الجي؟ كله بده تمرين. البرمجه زي الرياضيات. الرياضيات من غير ما تحل تمارين عمرك ما بتتمكن منها، والبرمجه نفس الحاجه. بس البرمجه طبعا اسهل من الرياضيات، صح ولا لا؟ على الاقل انت الرياضيات بتحل وانت مش عارف ليش بتحل. صح ولا لا؟ مش اخذتوا تفاضل وتكامل؟ مش عارفين ايش فايدته، عارفين ايش فايده التفاضل وتكامل؟ مش عارف. طبعا هذا مشكله في تعليم الرياضيات. الاصل انه قبل ما يشرحوا لك ايش هو التفاضل والتكامل والمتتابعات، انه يعطيك امثله حياتيه يقول لك ايش فايدته، بعدين يقول لك ايش مش تطلع انت بس حلال مسائل وانت مش عارف ايش الهدف منه. لكن البرمجه لا، البرمجه انت قاعد بتشوف في نتائج طالعه. تمام؟ طبعا واحد هيقول لك يعني احنا استفدنا حاجه كثير من الرسم هذا. ماشي، هذا مثال بسيط. تمام؟ احنا بنبدا معك بسيط. اذا عرفت ترسم حاجات زي هيك، كيف برسم الوجوه ال 3 دي؟ تمام؟ كلها عباره عن نقاط، والنقاط موجوده في اماكن. تمام؟ والنقاط مثلا عشان يرسم منحنى وجه، النقاط بدها تتحرك بالشكل هذا مثلا، او تتحرك بشكل عكسي. تمام؟ فانت دائما بتبدا بالبيسس عشان تصل لنقط معقده قدام. طيب يا جماعه، ضايل علينا نقطه في اللوبس. انتبهوا معي للتمرين هذا. الآن احنا اخذنا تمرين يا جماعة انه انا اطلب من المستخدم يدخل كلمات او اسماء مثلا 5 مرات او 10 مرات. كيف عملناها ايامها؟ عملنا سكانر. بعدين بقول اذا انا بدي المستخدم يدخل 5 اسماء بدي اعمل فور لوب من وين؟ اعمل فور لوب 5 مرات. وفي كل لفة على الفور لوب بروح للسكانر وبقول له نيكست لاين، وحط لي اياه في سترينج نيم واطبع لي النيم. طيب هذا لانه بدخل 5 مرات او 10 مرات، عدد ثابت من المرات. لكن افرض انا بدي اعمل برنامج بدي اطلب من المستخدم يدخل، يضل باستمرار يدخل اسماء لحد ما هو يقول انا بدي ابطل خلص. تمام؟ يعني مثلا يقول لما نتفق على اشاره انه لو دخل مثلا اشاره اند يبطل ايش؟ يستقبل اسماء. معايا انتوا ولا يا جماعه؟
يعني بده يضل باستمرار يدخل لحد ما المستخدم يدخل اند مثلا او يحط اشارة سلم يوقف ادخال بيانات. واضح ايش بدي اعمل؟ الان انا اللوب عندي مش عارف كم مرة بدي اعملها مبدئيا. انا اللي بعرف انه بده يعيد ويزيد بناء بعدين يقرر بناء على ايش؟ على اللي يدخله المستخدم. واضح ايش بدي اعمله يا جماعة؟ طيب حدا عنده فكرة كيف ممكن نحل هذا السؤال؟ انه انا بدي اضل ادخل انبوت لحد ما نشوف المستخدم ايش يدخل هو يقرر. ايوه نعمل اف ستيتمنت اذا السترينج بيساوي وين الاف نعملها جوا تحت. طيب تمام كل ما نور عليه بضل يعمل اف اذا بيساوي مثلا سلم بريك يعمل بريك. تمام هذا حل نسبيا صحيح انه احنا نعمل لوب وبعدين نطلب من المستخدم يدخل البيانات اذا لقى القيمه اللي دخلها المستخدم يعمل بريك. بس في اشكاليه صغيره ايش هي الان انا هذه فور لوب صح ولا لا؟ طب افرض انا عامل الفور لوب لعشرة والمستخدم عند عشرة هتوقف حتى لو انا بديش اوقف. يعني الفور لوب فيها مشكله ايش هي انه لازم تحدد النهايه صح ولا لا؟ طب افرض انا بدي بعد العشرة واحد بقول له حطها لمليون ما هو مش هيدخل مليون لا هذا مش حل. كيف كيف شيل البلس ان شاء الله واحد يساوي واحد حط بريك هاي يسوي بلس بلس ايوه بنعمل بوليان من برا بنخليه يسوي ترو بنحط انه هذا البوليان جوا شرط الفور بعدين نعمل اف جوا واذا كان يساوي اكزيت بنخلي البوليان فور. يعني الفور بدكش تحط فيه هذا الكلام كله لا وتحط فيها هيك بس ترو لا بدنا نعمل بول يعني نعرف فوق الفور هيك بوليان بوليان ونحط اسم يساوي ترو اسم هاي اكس هاي يساوي ترو. طيب تمام والحين نحط انه اكس فور اكس انا في الـ في الـ في الفور لوب يا جماعه لازم يكون عندك عداد لازم يكون انتجر ماشي لا بدنا نحط احنا بس شرط بنحط يعني سيمي كولوم اللي هي اكس هنا في هنا اكس هيك شيل الثنتين هذاك الاي انتجر اي والاي زائد زائد. طيب لا هيك انت عقدتها هم هلقيت مش هيفهموا حاجه منها حتى لو كانت صح. ايوه انتجر الاي يساوي لا لا مش هيك. طيب انتبهوا معي يا جماعه هلقيت لما اكون انا بدي اعمل لوب انا مش عارف نهايتها الا بناء على كلام المستخدم او الانبوت تبعه لا يفضل انك تستخدم فور لوب. الفور لوب يفضل استخدامها امتى؟ لما اكون انا عارف البدايه وعارف النهايه. لكن لما تكون النهايه مش معروفه افضل تستخدم الوايل لوب. تمام؟ الوايل ليش؟ الوايل احنا اخذناها ان ايش بتحط بين القوسين؟ شرط الاستمرار صح ولا لا؟ كنا زمان مثلا لما نعمل لوب من صفر لعشرة كنا نحط انتجر اكس صفر وبعدين نقول له وايل الاكس اصغر من او يساوي عشرة اعمل حاجة وبعدين زيد الاكس بايش؟ بواحد. هذا هو شرط ايش؟ شرط الاستمرار. الان اللي اختلف انه برضه بدنا نستخدم وايل لوب لكن شرط الاستمرار انه النص اللي بدخله المستخدم ايش يكون؟ لا يساوي اند صح؟ يعني انا ايش بدي اعمل؟ بضل بدي اعمل لوب واضل باستمرار اطلب من المستخدم من جوا اللوب انه يدخل بيانات جديده. شرط الاستمرار ايش هو؟ انه السترنج اللي بدخلها المستخدم لا تساوي اند بس. كيف نعملها؟ اطلع معي هنا مثلا انا بدي ادخل 10 او بدي اطلب من المستخدم يدخل اسماء لحد ما يكتب لي كلمه اند. تمام؟ اول مره بس عند اول اسم لازم اطلب من المستخدم اقول له انتر انيم. ايش يعني؟ دخل لي اسم لسه قبل ما ابدا اللوب. ليش؟ لانه بقدرش ابدا اللوب الا لما يكون في عندي على الاقل واحد يدخل لي اسم واحد. الان string name يساوي s دوت next line
هاي هاي ايش دخل الاسم الاول. تمام. الان بقول له while طالما النيم دوت ايكوالز اند ايكوالز اجنور كيس كمان بدي استخدم وحط قبلها ايش علامة تعجب. ايش هذا اللي انا عملته يا جماعة؟ الان اول حاجة طلبت من المستخدم يدخل اسم، بعدين قلت له طالما الاسم لا يساوي الاند، هذه ايكوالز اجنور كيس اخذناها لما قلنا لما نقارن النصوص مع بعض بنحط شو يساوي، بنحط ايكوالز. تمام. وعشان ننفيها بنحط ايش هنا؟ هذا شرط الاستخدام، طالما انه لا يساوي اند. تمام. خليه يطبع ايش سيستم دوت اوت دوت برنتلين يو انترد، انت دخلت الاسم. خلصنا هيك؟ لا في مشكله، اتبع الكود. مين يقول له لقيت بناء على الموجود؟ ايش المشكله في الكود اللي عندي هنا؟ لحظه ايش المشكله؟ قول لي اشرح، قول لي ايش المشكله في الكود. لا انا بقول ايش المشكله. تمام. ايش هيصير في هذا الكود؟ هيقف؟ ايش مشكلة الكود هذا؟ ايوه لو دخلت احمد هيضلوا يطبع ايش؟ احمد. ليش؟ هاي يا جماعة طلع معي هنا انتر انيم، لو قلت له احمد ايش صار؟ علق البرنامج، قاعد باستمرار يقول لي يو انترد احمد، يو انترد احمد. ليش؟ ليش؟ مين يقول لي ليش؟ لانه هذه وايل لوب، بضله باستمرار بفحص هل الاسم لا يساوي انت؟ هو لا يساوي انت، مش انا دخلت احمد فطبع لي ايش؟ احمد. رجع ثاني يفحص هل الاسم لا يساوي انت، ضايل الاسم تبع لا يساوي انت مدى الحياه، فبضله يطبع احمد. فايش الحل؟ بعد انت ما طبع احمد بدك تطلب منه يدخل كمان اسم جديد قبل ما يروح يفحص الشرط الثاني، فبدك تاخذ هذول السطرين او ثاني. الان بدك تقول له سيستم دوت اوت دوت برنتلين انتر انيم، نفس السطر اللي فوق، وتقول له نيم يساوي اس دوت نيكست لاين. شرط مهم يا جماعة في الوايل لوب انه لازم الشرط يصل للنهاية، صح ولا لا؟ لازم يكون في تعديل. ليش انا لما كنت اقول وايل اكس اصغر من او يساوي 10 كنت اروح للاكس في اخر الوايل وازيدها ايش؟ بواحد. هل جيت اختلف فين انه ما عندي انا اكس ورقم بزيد وبنقص فيه؟ الان انا الوايل معتمدة على ايش؟ على قيمة مين؟ النيم. فلازم تخلي قيمة النيم تتغير قبل نهاية الوايل لوب، صح ولا لا يا جماعة؟ إذا بدون السطرين هذولا قيمة النيم ولا عمرها بتتغير، فبضله محجوز جوا اللوب. فالآن بعد ما طبع لك الاسم خليته يدخل اسم جديد ويخزن الاسم الجديد وين؟ في النيم. رجع يفحص ثاني هل النيم الجديد اللي دخل لا يساوي اند؟ إذا لا يساوي اند ايش هيعمل؟ هيطبع لك النيم، هيقول لك دخل هيطبع لك اياه وهيطلب منك ايش؟ تدخل اسم جديد. وهنا دخلت الاسم الجديد ورجع يفحص ثاني هل هو لا يساوي اند؟ امتى هيطلع من الوايل لوب؟ لما يكتب اند. فاهمين حاجه يا شباب ولا لا؟ ببساطه شديده انا بدي اعمل لوب تطلب من المستخدم يدخل اسماء لحد ما يكتب اند. عشان نعمل زي هيك اول حاجه قبل اللوب بدنا نطلب من المستخدم على الاقل يدخل اسم واحد. ليش؟ لانه انا الوايل بلزمها شرط، بقدرش اكتب الشرط الا لما يكون عندي على الاقل اسم. دخل الاسم الاول وبعدين قلت له طالما الاسم لا يساوي اند اطبع للاسم واطلب منه يدخل ايش؟ اسم جديد. ورجع ثاني يفحص، بفحص وبطلب منك اسم، بفحص وبطلب منك اسم. طالما الاسم لا يساوي اند بضله ايش؟ يطبع الاسم ويطلب منك اسم جديد. متى هيوقف الوايل؟ لما يكتب انت. خلص ما تحققش الشرط فبطلع من الوايل لوب. الان انتر انيم
هاي احمد. يو انترد ايش؟ احمد. هاي علي. يو انترد علي. عمر انترد عمر. اند ايش صار؟ طلع من البرنامج. فاهمين حاجة يا جماعة؟ حل آخر. الحل اللي أنا عملته إنه خليت الوايل اللي سويته هذا الوايل لوب معتمد على القيمة اللي بدخلها المستخدم، وفي كل لفة بغير القيمة هذه وبفحص من أول وجديد. الحل الثاني إنه أنا من أول باجي بقول له وايل ترو. ايش يعني وايل ترو؟ هذه وايل ترو انفينيت لوب. ايش يعني؟ انا اللي بين القوسين تاعون الوايل كنا دائما متعودين اكبر من اصغر من ايكوالز يساوي او لا يساوي. الان اصلا هذول كلهم بول يعني بيرجعوا ايش؟ ترو او فولس. طالما انها ترو بضلوا جوا اللوب، بطلت ترو هيطلع برا اللوب. الان انا عملت وايل لوب بس ايش حطيت بين القوسين؟ ترو. هيك الوايل لوب ولا عمره بطلع منها، بس انا لازم اطلع منها في حاله معينه. ايش هي؟ انه دخل ان. يعني الفكره هنا الحل الاخر انه انا بدي اخليه داخل انفينيت لوب واطلب منه يدخل الاسم وافحص الاسم، اذا كان يساوي اند بنعمل بريك. تمام، هذا الحل الثاني. هاي حطيت وايل ترو والان عادي صير ايش تعمل؟ اطلب منه يدخل اسم انتر انيم. هاي جبنا الاسم. الان قبل ما نطبع بدي افحص النيم. اف نيم دوت ايكوالز اجنور كيس اند. ايش يعني؟ اذا النيم يساوي اند ايش بنعمل؟ بريك. اطلع ما بلزمش else اصلا. ليش؟ لانه لو ما دخلش على الاف هيكمل وين؟ على اللي بعدها. ايش بدي احط بعدها؟ بدي اطبع النيم. بدي اطبع النيم سيستم دوت اوت دوت برنتلين يو انترد. لان هاي خلصنا الحل الثاني. ايش الحل الثاني بقول؟ حطيناه في وايل لوب، قلنا له انت دخل اسم، دخل الاسم، وقبل ما اطبعه رحت فحصت. إذا كان إند إيش عمل؟ بريك. اطلع برا اللوب. إذا مش إند إيش هيعمل؟ إيش هيسوي؟ هيطبع النيم وإيش يعمل بعدين؟ يرجع تاني على اللوب. يقول لك إيش؟ دخل اسم جديد. هيدخل اسم جديد يفحصه، مش إند هيطبع للنيم. وهكذا في اللحظة اللي يسوي فيها إند إيش هيعمل؟ بريك. هذا حل تاني يمكن اسهل من اللي تحت، صح ولا لا؟ لانه اللي تحت كان محتاج اني اعمل اطلب منه يدخل نيم وبعدين جوا برضه يدخل كمان مره. لكن هنا لا، بحط وايل ترو وبفحص اللي بدخل المستخدم. طالما انه لا يساوي اند بضل مكمل. اذا وصل اند بعمل بريك. هات نجرب الحل هذا كمان. هاي انت طلع من البرنامج. واضح هذا يا جماعة؟ طيب الآن ناخذ تمرين. بدنا نعمل برنامج يطلب من المستخدم يدخل مجموعة أرقام، تمام؟ بشكل مستمر، ويطبع لي الأفرج للأرقام هذه، بحيث انه طبعا قديش عدد الارقام بدخلها المستخدم احنا مش عارفين. احنا مش عارفين عدد الارقام اللي بدخلها المستخدم. المستخدم بيضل يدخل ارقام لحد ما يحط مثلا رقم ناقص واحد. ايش يعني ناقص واحد؟ معناها اطلع. معي ولا يا جماعه؟ يعني البرنامج هنعمل برنامج يشتغل يقول له دخل رقم كمان رقم كمان رقم كمان رقم لحد ما المستخدم يدخل ايش؟
ناقص واحد. في اللحظة اللي بدخل فيها ناقص واحد البرنامج بده يطبع له ايش؟ الافرج تاعت الارقام. ايش انا افرج؟ متوسط الارقام. الان واضح انه هذا المثال بده لوب، انفينيت لوب، تنتهي امتى؟ لما يدخل سالب واحد. تعالوا نحلها، بدنا نحلها بالطريقة الأخيرة هذه. بلزمني أيضا أكيد أنه بلزمني إيش؟ سكانر. وبعدين بقول له while true system.out.println enter a number، ادخل رقم. نفترض انه كلهم انتجرز، انتجر ان هيساوي اس دوت نيكست انت، هيك هيدخل رقم، صح ولا يا جماعه؟ طيب احنا ايش اللي بدنا اياه؟ بدنا نجيب متوسط الارقام. طبعا قبل ما نجيب المتوسط، هنا مفروض انه في كود لحساب المتوسط، بس خلينا نكمل اللوب. الان متى مفروض ينتهي؟ اذا كان الان، او قبل ما يعمل هذا، اذا كان الان يساوي ناقص واحد هيروح يعمل ايش؟ بريك. مش ناقص واحد الان بده يعمل الحسابات تاعته، تمام. طيب كيف بدنا نحسب الافرج الآن؟ لحتى الآن اللوب هذه مفهومة يا جماعة؟ الآن باختصار هنا بطلب من المستخدم يدخل رقم، بضل المستخدم يدخل رقم، والرقم هذا بيجي عندي وين؟ في الان. طالما الان ناقص في اللحظة اللي بتصير فيها الان ناقص واحد ايش بيعمل؟ بريك. طب مش ناقص واحد هيروح، طبعا هنا لسه ما بعملش حاجة، برجع بكمل فوق، بطلب منك تدخل رقم جديد. طبعا احنا لسه الكود اللي عملناه ملوش فايدة، ليش؟ لانه الرقم اللي بيجي بحطه في الان، طبعا لما يجي على اللفه اللي بعدها هيقرا رقم جديد، راحت الان القديمه، صح ولا لا؟ ايوه. ها زميلكم بدا يفكر صح، بقول لك انا الان بدي احسب متوسط. المتوسط هو عباره عن ايش؟ المجموع العدد. يبقى لازم انت الارقام اللي بتمر عليها تجمعها، تمام، بدك عداد، تمام. فبنيجي فوق هنا انتجر سم يساوي صفر. الآن كل رقم بالمر عليه اتأكدنا إذا لا يساوي، إذا يساوي ناقص واحد إيش هيعمل؟ بريك. مش ناقص واحد هيكمل. إيش يكمل يعني؟ يعني يروح للصم وزائد إيش؟ الآن هيك معناها إنه كل عدد بدخل المستخدم بروح بضيفه وين؟ على الصم، لحد إيش؟ لحد ما يحط ناقص واحد. حط ناقص واحد إيش هيصير؟ بريك هيعمل. بريك ايش يعني بريك؟ هيطلع من اللوب، مش هيخلص البرنامج، هيطلع من اللوب، هيكمل وين؟ بعد اللوب. مش هيك قلنا البريك يا جماعه؟ البريك بوقف اللوب، هيكمل بعدين. طب ايش ضل علينا خطوه؟ الان المتوسط، المتوسط عباره عن المجموع على العدد، بدنا العدد هالقد، صح ولا لا يا جماعه؟ هاي زميلكم فكر ثاني صح برضو، بدنا عداد اخر. الصم بيفرق عن الكاونت. الصم ايش فايدته؟ يجيب لي مجموعه الاعداد، لكن بدنا نعمل عداد ثاني كاونت قيمته ايش؟ صفر. هذا يعد لي كم رقم دخل المستخدم. وين بدنا نزيد الكاونت هذا؟ هنا كاونت زائد زائد. الان كل رقم بدخل المستخدم قبل ما تعمل اي خطوه ايش روح اعمل؟ افحصه هل هو ناقص واحد او لا. اذا ناقص واحد ايش بنعمل؟ بريك. اذا مش ناقص واحد بدنا نروح نضيفه على الصم ونزيد ايش؟ الكاونت بواحد. مش تحط لي هذول قبل الاف، قبل الاف غلط. ليش؟ لانه افرض كان ناقص واحد، هاي يضيفه على الصم وهي عده. الاصل انه ناقص واحد مش من الارقام اللي انا بدي احسبها، صح ولا لا؟ الآن المفروض السؤال سهل يا جماعة. أنا اللي عملته عملت انفينيت لوب وايل ترو، في كل لفة هطلب منه يدخل رقم، والرقم بحطه وين؟ في الان.
وبعدين بقول له طال اذا الان لا يساوي اذا الان يساوي ناقص واحد اعمل ايش؟ بريك. اذا مش ناقص واحد هيكمل ايش هيعمل؟ هيزود هيضيف الان على الصم ويزود بواحد. الان مثال جربته دخلت خمسة، اول حاجة وايل ترو انتر انا بدخلت خمسة، هل الان الخمسة تساوي ناقص واحد؟ لا، هيضيف على الصم ويزيد وصار الكاونت بايش؟ بواحد. رجع تاني على الوايل ترو هيطلب مني رقم جديد، دخلت ستة، ستة تساوي ناقص واحد؟ لا، هيضيفها على هذه صار 11 الصم، وهذا صار ايش؟ اثنين. لف كمان مرة دخلت ثلاثة، الثلاثة تساوي ناقص واحد؟ لا، ضافها على الصم صارت ايش؟ 11 وثلاثة 14 والكاونت ايش؟ ثلاثة. لفينا كمان لفة دخلنا ناقص واحد، هل ناقص واحد يساوي ناقص واحد؟ صحيح، اعمل ايش؟ بريك. بعد البريك الان خليني اطبع سيستم دوت اوت دوت برنتلين افريج يساوي ايش هو؟ افتح قوس صم على كاونت، واذا انت معني بالكسور ايش عملنا؟ بس الصم ضفنا عليه ايش؟ زيرو دي، او اعمل له كاستنج. شو اخذنا الكاستنج؟ هاي هنا اعمل له دبل. ايش انا هنا عملت دبل لمين؟ خلي برضو عشان نضمن للصم، وقسمت على الكاونت لانه هم انتجر فبروح الكسر. اذا انا معني بالكسر واحد منهم خليه ايش؟ دبل او فلوت، تمام، او جمع اجمع معاه. شفت انا قبل شوي ايش عملت؟ بدون كاستنج ضفت عليه صفر دي، ضفت عليه ايش يعني ضفت عليه صفر دي؟ ما هو احنا قلنا اي عمليه حسابيه انتجر مع دبل بحول الانتجر لايش؟ لدبل. الان مفهوم الحل اللي عملناه يا جماعه هات نجربه. الان هاي خمسه، هاي سته، وهي ثلاثه، هاي سالب واحد، الافرج قديش؟ 4.6 لانه 14 على 3. لما دخل السالب واحد بجيب لما دخل سالب واحد ايش صار؟ طلع من اللوب، كمل بعد. ايوه كيف؟ ما هو يعني شوف انا في النهايه لازم اتفق على ايش؟ يعني لازم يكون في حاجه انه تقول للمستخدم وقف، تمام. احنا هنا افترضنا انه انا بتعامل مع ارقام موجبه، تمام، افترضنا انه احنا بتعامل مع ارقام موجبه. بكره طبعا لما نتقدم ليش بنقول هذا اساس؟ قدام بدل ما نحط ناقص واحد بنصير نضغط على زر، نقول لو نضغط الزر هذا اطلع، تمام، زي الاله الحاسبه نضغط يساوي خلص بطلع لك النتيجه. واضح يا جماعه التمرين هذا؟ خلص الله يعطيكم العافيه.